227 حالة هي حاصلة الأشخاص الذين أصيبوا بالتسممات خلال هذا الشهر نتيجة لعدة أسباب وعوامل، ما استدعى اليوم تجند الجميع للتصدي لهذه الظاهرة والحد من انتشارها. نحن المركز الوطني لعلم السموم، أنا نقوم اليوم بيوم تحسيسي للمواطنين على مختلف الحالات التسمم اللي تعرض لها في حياته اليومية. الوقاية والتزام قواعد الحذر ومراقبة الأطفال وعدم ترك الأدوية والمبيدات ومواد التنظيف في متناولهم يبقى العلاج الأفضل والوسيلة المثلى لمكافحة التسمم في الجزائر. On reçoit encore, il y a différentes rubriques. Donc, par exemple, les produits ménagers, généralement, c'est les enfants, مواد التنظيف في الدار ياخذوهم سواء يسيحوهم على روحهم سواء يشربوهم. من جهتهم استحسن المواطنون هذه الحملة التحسيسية التي بدورها تعتبر الحل الأنجع للتخفيف من هذه الظاهرة. يعني هذا اليوم تحسيسي هو يوم مهم جدا لأنه يحرص على حياة الأفراد، وهذا والجزائريين، نحن الجزائريين بحاجة إلى أيام تحسيسية ليس فقط في علم السموم وإنما في يعني فيما يخص جميع العديد من التخصصات الطبية، وهذا لإفادة الفرد الجزائري والمجتمع بك. احنا جزائريين ليست لدينا ثقافة تسممات، بمجرد القول تسمم يذهب عقلنا مباشرة إلى أن التسمم يكون من الغذاء فقط. شيء جميل، تعرفنا اليوم على أنواع كثيرة من التسممات، والله يكثر هذا المثال، هذا الحملات هذوما باش يثقفونا ويوعونا أكثر فأكثر. لتبقى مثل هذه الحملات التحسيسية ضرورية للتكفل بصحة المواطنين وتوعيتهم بالإسعافات الأولية لمواجهة المخاطر.